2010. عبر رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور عن أمله في إجراء حوار سياسي يخرج البلاد من الوضعية التي تعيشها. وأضاف المنصور خلال إفطار نظمه حزب تواصل بنواكشوط وشارك فيه ممثلون عن مختلف الطيف السياسي الموريتاني، أضاف أن الحوار ينبغي أن تتوفر فيه الضمانات الكافية وتتحقق فيه الطمأنة لجميع الأطراف المشاركة. وفي الحقيقة نحن نأمل أن يتكرر هذا المشهد أو شبهه في موقع آخر وفي مناسبة أخرى، في حوار سياسي يخرج البلاد من وضعيتها يتنادى له الجميع، حوار سياسي تتوفر الضمانات الكافية له وتتحقق الطمأنة لجميع الأطراف للانطلاق نحوه، حوار سياسي بمقدماته ومساره ومضامينه والمنتظر من نتائج يمكن أن ينتقل بالبلاد من حال إلى حال. أملنا أن نمتلك الشجاعة جميعا كل من موقعه لنهيئ الأرضية للقاء كهذا اللقاء، لحوار كهذا الحوار يستطيع أن ينتقل بنا من الحال الذي نعيشه إلى حال آخر. وفي شأن مفصل قال المنصور إن أي وحدة وطنية تقوم على التهميش مصيرها الانهيار، وأي دعوة لنيل الحقوق قد تؤدي إلى نزاع فإنها ستؤذي الحقوق والوحدة، مضيفا أن المحافظة على الكيان مقدمة على إصلاحه، لكن الأسلم المحافظة عليه وإصلاحه. حق لمن يخاف على وحدة الوطنية أن يخاف عليها، وحق لمن يدعو لصيانتها وحمايتها أن يدعو، وحق لمن يشترط المساواة والمواطنة والعدل لتحصين هذه الوحدة أن يشترط. وهنا لا بد من شيء من الصراحة في هذا الموضوع، إن أي وحدة وطنية تقوم على التهميش أو أي استقرار يقوم على الغبن والتمييز مصيرهما إلى الانهيار، وأي مطالبة بالحقوق ودعوة إلى نيلها قد تؤدي إلى فرقة أو نزاع أو تفتت تؤدي بالحقوق كما تؤدي بالوحدة. هذه الثنائية ينبغي أن نستحضرها ونحن نتكلم عن وحدتنا الوطنية. المحافظة على الكيان مقدمة على إصلاحه، ولكن الأفضل والأنجع والأسلم هو المحافظة على الكيان وإصلاحه معاً.